بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ معكم محاضرة اليوم اللي هو راح يكون عندنا. نبدأ معكم اللي هو نيو شابتر، شابتر جديد. أعتقد إحنا انتهينا من شابتر 3، لسه كذلك؟ ها شباب، انتهينا أم لا؟ أعتقد أمس انتهينا من شابتر 3. أنتم معي؟ نعم، حلينا آخر مثال. طب الآن إذا راح نبدأ معكم اللي هو شابتر 4. بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة لشابتر 4 راح يكون عندنا زي ما أنتم شايفين التايتل is numerical differentiation and integration. نريد أن نعرف مثلا ما هو الهدف the objective of this chapter. طبعا الهدف الرئيسي from this chapter to estimate the derivative and the integration. يعني عندي دالة f of x given I want to find the derivative at a specific point، يعني نقطة مثلا x. Like how to estimate the derivative. I don't care about the exact value. أنا ما أريد the exact value، أريد estimation of approximation of the derivative without finding the exact value. على الرغم إنه we can find the exact value. The derivative ما عندي مشكلة. We can find the exact value of the derivative. لكن sometimes the function that we have it is in complicated form. يعني عندنا هنا function in complicated form. ممكن يعني we want to spend يعني much time to get the derivative. يعني عندك الآن ممكن تطبق كل قواعد الاشتقاق. يكون عندك دالة سي أو هنا عندك ميني تيرمز، عندك فاكشنز، ميني فاكشن، تريك فاكشن، اكسبوننشال، لوغاريت، وعندك نفس الكلام في المقام هنا، وعندك دالة، يعني it will be complicated for. Like we don't care about the exact value. I want even the estimation of this derivative. We don't need to exact value. Only estimation of the derivative is enough. بدل ما تكون تذهب إلى عملية الاشتقاق تطبيق قواعد الاشتقاق اللي نعرفها من خلال calculus 1 اللي هو product rule, quotient rule، وعندك قواعد اشتغال الكوزاين والساين والابسومنونشال ممكن عملية combine in one function، ممكن تكون في only in one function and then we want to find the derivative. It will be long، يعني سوف تكون طويلة. بالتالي غالك هنلجأ إلى عملية اللي هو الاستيميشن للديريفيتيف، بان احنا نجيب الفاكشن هذه الاصليه هذه ونعمل لها عمليه ابروكسيميتد، يعني باي انذر فاكشن اللي يوجد مشكل عندنا، ولو ممكن كان بتايلور ممكن تقرب الفاكشن هذه ببولينوميال، وايضا لاجرانج ممكن اخذ مجموعه نقاط، ومجموعه النقاط هذه ايضا استطيع انشاء بولينوميال، وايضا نيوتن ديفايد ديفرنسز ممكن مجموعه نقاط استطيع انشاء اللي هو بولينوميال. طبعا once we have the polynomial معناته it is straightforward to find the derivative. اشتقاق البولينوميال معروف اشتقاق، يعني straightforward. We don't need to apply just we apply the either the bar rule and the sum rule or difference rule. يعني it will be not complicated. يعني إذا عندنا الفكرة هنا هتكون عملية ال finding the approximation of the derivative. It will be straightforward. In case if you want to estimate the derivative. Is that the one objective? نحن نوجد estimation of the derivative. الجزء الثاني اللي هو integration. هنا integration some integration we cannot find it totally. يعني ما نستطيع نوجده أبدا. زي مثلا قلنا زي ما قلنا في أول محاضرة قلنا هذه مثلا e to the minus x squared dx. If I want to ask you to find this integral 0.1 to 0.4. تقول اولا انا ما استطيع اوجد الانتي ديريفيتيف اوف ذيس فاكشن. اذا عندنا عاده اذا استطعنا ان نوجد مثلا الانتي ديريفيتيف اقول له كل ما هنالك، اذا مثلا على سبيل المثال مثلا اي تو ذا ماينس اكس اقول له لا، هذا اي تي ستريت فورورد، مثلا كان تتكون من بوينت 1 بوينت 4 اقول له عندي الانتي ديريفيتيف عباره عن اي تو ذا ماينس اكس او سالب طبعا، واعوض بالحد العلوي ناقص الحد السفلي. إذا ما راح يكون عندي في إشكالية في هذه الحالة، على طول بعوض أعطينا السالب e to the minus 0.4 plus e to the minus 0.1، بعدين نحسبها بالكالكوليشن we get the value of this integral. It's a definite integral. لكن in this case we cannot find fraction بحيث لما أشتقها يعطينا e to the minus 0.1. طيب معناته
we cannot get the answer. We don't have the answer of this. قال لك لا, I want to get is get tell or even حتى approximation. Even approximate of this integral. We don't care about the exact. Give me approximation. Is enough to estimate this integral without in case if we cannot find the integral. And then integral هذا أبدا ما نستطيع أن نوجدك exact value. Then the only way to estimate this integral using the method that we will see إن شاء الله in this chapter. إذا راح نتعرف هنا على عمليتين أو عملية طريقتين, طريقة إنك توجد الديريفيتيف, وراح يكون عندنا مجموعة صيغ أو فورمولا that we can use them to estimate the derivative. أيضا في الانتجريشن راح نتعلم عدد من الطرق في عملية الابروكسيميشن of the definite integral. إذا نبدأ الجزء الأول من هذا الشابتر اللي هو numerical differentiation, how to estimate the derivative without going to find the, or to apply the rule or to find the exact value of the derivative at specific point. نبدأ وننظر ماذا أو الفكرة الرئيسية. قال first I want to estimate, for example, if I want to find, see that, if we want to find the f prime at x0 in the function مثلا f of x, and we read the derivative in the specific point اللي x0. قال لك عشان نعمل هذه العملية أو نوجد هذه الـ f prime at x0, قال لك يجب أول حاجة أن يكون x0 تنتمي إلى فترة اللي هي a b مثلا, والـ f أيضا يجب أن تكون, وأن هذا اللي هو c to a b معناته indicate that when you say f going to this معناته it means that أن الـ f prime, sorry, الـ f نفسها continuous, وأيضا الـ f prime continuous. معناته هذه ما دام تقول مثلا عندنا هنا where f and f prime continuous, قالك we can say or we can make this notation that is f belongs to the c to a b. طيب ليس هكذا فقط, قالك ويجب أن يكون عندنا الآن هنا الـ x1 هذه عندي نقطتين في هذه الحالة, قال لك ال x1 minus x0 يساوي لنا h, يعني المسافة ما بين النقطة الأولى والنقطة الثانية راح يكون مسافة ثابتة اللي هي h, أو معناته أن ال x1 عبارة عن x0 بلس h, وال h يجب أن لا يساوي زيرو, نكون في distance, في space between the two points. قال لك ويكون هذه الـ h لا يساوي صفر, that is sufficient to this one, يعني صغيرة بقدر الإمكان بحيث أضمن أن كلاهما الـ x0 والـ x1 كلاهما ينتموا إلى الفترة a و b, الفترة اللي أنت راح تفرضها. قال لك to find in this case the derivative, قال لك we use the first Lagrange polynomial. احنا الان هذا اخذناه في الشابتر دي, عندي الان نقطتين اكس نوت واكس 1 بالعوده الى اللي هو شابتر 3. لو عندي هذه النقطتين يا شباب, حد يذكرنا what is the polynomial that we can, what is the Lagrange polynomial that we can construct from these points, عندي 2 points الان اكس نوت اكس نوت, what is the polynomial that we can construct, حد يقول لي بيكون ممتازه معناته انه متابعنا. What is the polynomial that we can construct from the points x0 and x1? We want to just write the formula. We don't need to find that. What is the b? And what is the degree in this case? Well, what is the degree? Anyone can tell me what is the degree in this case? One, that's all. One, you are right. Thank you. إنه عند T bounds معناته على طول, هنا T bounds معناته راح يكون البولينوميال degree 1. طيب at most طبعا. طيب anyone tell us what is the formula or what is the form of B1x؟ إيش راح يكون عندنا Lagrange بالعودة إلى أول شيء في أخذنا في الشابتر 3 اللي هو الفورم of the Lagrange polynomial. Anyone remind us؟ حد ذكرنا يا شباب؟ fx not ممتاز, اف اكس دوت ايوه بلس ال تايمز مضروبه في
L not L not X اللي هو لاجرانج اللي هو لاجرانج بولينوميال زائدا F X 1 L 1 X. هذه راح تكون اللي هي الصيغة. طبعا عندنا F X not معطاة معك مفروض, وهذه F X 1 معطاة معك من خلال الفاكشن المعطاة. يبقى معنا L 0 X و L 1 X, قلنا معنا فورما لو نستطيع نستطبقها, قلنا L 0 X معروفة عندنا. حيذكرنا طيب يا شباب معلومية النقطتين هذه. What is the L 0 X in our reminders? What is L 0 of X? Yes, please. الله المستعان. يعني have to read it والله يعني أول بأول, لأنه عملية التراكمات هذه راح تسبب لكم إشكالية. طبعا عندنا ما عندي نقطتين x0 x1 فقط, ما نقدر يكون عندي only one factor في البسط و only one factor في المقام. قلنا ما دام ال0 هنا الاندكس ال0 معناته هنا بيعطيته تجنب نقول x minus x dot we don't consider, we consider the other one x1 في المقام نفس الفاكتور بس replace x by x0, هذا راح نسميه L0X. و L1X similarly بيكون عبارة عن X minus X not we don't consider X1 in the numerator, and in the denominator it will be X1 minus X1. معناته الآن أنا بوجد الـ X not موجودة معي والـ X1 والـ X not موجودة معي, وهنا أيضا نفس الطريقة X1 X not X1 موجودة. نعوض هنا في الأخير نحصل على polynomial with degree 1. إذا بهذه الصورة رايكون استخدمنا لاجرانج ويد او ذا فيرست لاجرانج بولينوميال اللي هي بي 1. طيب قال لك الان احنا الان راح نستخدم هذه بمعلومات هذه النقاط, راح نشوف عندنا نريد انشاء الاكس نوت قلنا راح نستخدم هذه الطريقه. اذا هذه زي ما انتم شايفين في اكس نوت ال نوت اكس اف اكس 1 ال 1 اكس, هذه اللي هي بي 1 اكس اللي هو لاجرانج بولينوميال بالديجري 1. هذا قلنا راح يكون اللي هو الايرور الخطا اللي هو المشتقه, راح تكون عندنا المشتقه اللي عندنا وصلنا لعند النقطه اكس 1 معناته هنجد المشتقه الثانيه وبيكون مضروبه في الاكس ماينس اكس نوت في الاكس ماينس اكس 1 اوفر 2 فاكتوريال. اذا هذا راح يكون الايرور وهذه اللي هي البولينوميال. طيب الان انا اريد استخدم هذه البولينوميال في عمليه estimation او approximate f برايم at x نوت. تلاحظ ان الاكس نوت اللي هي النقطه الاولى من مجموعه النقاط التي اعطيت لك. قال لك في هذه الحاله اذا راح نستخدم هذا اللي احنا قبل شويه استخدمنا, هذه f اكس نوت قلنا هذه ال نوت اكس. بس خلي بالك في ال ال نوت اكس كان عندنا مره ثانيه نكتبه عباره كان عباره عن x minus x1 على x نوت minus x1. ال x1 قال لك احنا فاضلينها انها تكون x نوت بلس h, عوض بها هنا اذا x ماينس عوض عن x1 بقيمتها اللي هي x نوت بلس h. معناته انا اريد اظهر الان ايش؟ اريد اخفي بس اظهر only one point اللي هي راح تكون النقطه x نوت اللي اريد ايجاد المشتقه عندها. ال x1 اخفيتها بمعلوميه انه في علاقه ما بين ال x1 وال x نوت اللي هي ان ال x1 عباره عن x نوت بلس h. اذا هذا عبارات اللي هو ال ال نوت اكس عوضنا بالحد اللي فوق, وعندي المقام اللي هو اكس نوت ماينس اكس 1. خلي بالكم اكس 1 من هنا ماينس اكس نوت بيساوي اتش. دحين العمليه هنا عكسيه, يعني الاكس نوت في البدايه والاكس 1 في النهايه. ولو بضرب الطرفين في اشاره سالبه اللي هو المعادله بيعطينا اذا اكس نوت ماينس اكس 1 بيساوي سالب اتش. إذا بيعطينا في هذه الحالة هنا المقام يعطينا سالب اتش. إذا بيصبح البسط نفك القوس نضرب الإشارة السالبة في القوس لأن اكس ماينس اكس نوت ماينس اتش اوفر ماينس اتش. اللي أنتم ملاحظين هذه حق هذه ال نوت اكس بعدما استبدلنا الاكس 1 بالاكس نوت بلس اتش. طيب بالمثل الحد الثاني اللي هو اف اكس 1 استبدلنا الاكس 1 بقيمته اللي هو x نوت بلس h, والحد اللي هو l1 راح يكون عندنا في هذه الحاله l1 راح نستبدل ايضا x1 بقيمته. من اللاحظ ايش راح يكون
ال L1 it will be L1 احنا عارفين انه قيمته عبارة عن X minus X0 على X1 minus X0. طيب البسط يعني keep it like this, we don't need, لانه خلاص مش موجود في X1. اكون عندنا المقام X minus X0, المقام اللي هو X1 minus X0 اللي هو بالS دون إشارة, لأن X1 في البداية و X0 في النهاية معناها تعطينا S. إذن بيعطينا هذه X minus X0 over S. إذا الآن إحنا استبدلنا ال L0 وال L1, خلينا in terms of only for X0, وخفينا ال X1 لأنه عندنا ال X1 عبارة عن X0 plus H. أيضا ال error أيضا ممكن نعيد كتابته باستخدام مفهوم أن ال X1 عبارة عن X0 plus H, عبارة عندنا أن ال error X minus X0, وين X minus X1. إذا نضرب ال X1 في إشارة سالبة, إنه X1 عندنا عبارة عن X نوت بلس H, لما نضربه في إشارة سالبة يعطينا سالب X نوت, سالب X نوت ماينس H اللي هو هذا. إذا الآن عندنا الآن تخلصنا من X1 وأصبحت عندنا ال Fx only in terms of اللي هو X و H و Fx نوت. ال X1 خلاص اختفى. إذا عندنا الآن خلوا بالكم إحنا كتبنا الدالة هذه اللي هي ال f of x اللي هي الدالة المعطاة لإيجاد المشتقة عندها كتبناها بهذه الصورة. إيش بتلاحظوا يا شباب؟ ما نوع هذه الدالة؟ Is it polynomial? Is it something else? إيش رأيك؟ حد يقول لي Is it polynomial أم لا؟ وإذا كانت polynomial what is the degree of this polynomial؟ طبعا f x نوت عبارة عن عدد, وهذه عبارة عن x نوت عبارة عن عدد, وال h عبارة عن عدد, وهذه عبارة عن h, وهنا عبارة عن x اللي هو الفريبل حقها ال f of x, وهنا f x نوت بلس h اللي عبارة عن عدد, و x نوت هنا عبارة عن عدد, و h عبارة عن عدد. What is the fraction يا شباب؟ ايش الفراكشن هذه؟ هل عبارة عن بولينوميال ولا شيء ثاني؟ بولينوميال دكتور. بولينوميال ايش الديجري حقها؟ ممتاز جابتك صحيحة. ودي ده ديجري 2 ديجري. ها؟ يس يس ما سمعتك يس. ايش هو؟ 2 لا خلي بالك احنا كيف نحكم على الدرجة حق البولينوميال؟ من خلال ايش؟ كيف نحكم على البولينوميال او درجة البولينوميال؟ من اي شيء نحكم عليها؟ شباب طيب هذه عملية ها؟ مو دريفتيف في الحد الثالث؟ لا 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 احنا نريد مثلا اقول لك هذه خلي بالك مثلا هذه بي مثلا اقول لك بي 2 اكس اقول لك بي 3 اكس انا الان بتكون هنا المفروض يعني ايش راح يكون معي عشان اقول انا بي 2 هذه عباره عن ديجري 2 وهذه ديجري 3 على اساس احكم انها بي 2 على اساس احكم انها بي 3 كيف احكم عليها؟ يقول لك هذه لا هذه يا اخي هذه بولينوميال بالديجري 2 هذه يقول لك لا بولينوميال بالديجري 3. طيب كيف احكم من خلال ايش احكم على الديجري حق البولينوميال؟ من خلال ماذا؟ شباب this is that something basic we don't need to ثلاثة حدود في البي 2 لا ليس كذلك من خلال الاس يا دكتور اس ماذا ممتاز من خلال الاس ماذا؟ الاكس اكس ممتاز ايوه دي سيدات وسيده مثلا عندنا اذا كان هنا مثلا نقول بي 2 اكس معناته اكيد راح يكون في عندي اكبر قوه للاكس تظهر في هذا الحد يكون اكس 2 وهنا بي 3 معناته اكبر قوه للاكس تظهر هنا اكس 3. طيب الملاحظ هنا في هذه الفورم هذا اللي موجود معانا يا ترى الاكس ودي ذا هايست باور اوف اكس ان ذيس فورم اكبر قوه للاكس هنا من هذا الريميندر forget it أنا الايرور هنا هذا الايرور we don't consider it أنا I consider this is that only what is the degree in this case one one يا جماعة هنا ال x power one هذا عبارة عن عدد سميه مثلا واحد وهذا ال x سميه مثلا point one
وهذا fx نوت مثلا عباره عن 5 مثلا عدد، وهذا الاس ايضا عباره عن ماينس 0.1، وهذا ايضا عباره عن عدد مثلا اللي يكون 2، وهذا عباره عن x نوت عباره عن عدد اللي هو 1، وهذا الاكس اللي هي المتغير حقنا، اذا هذه مثلا 0.1، هذه الاكس اللي هي المتغير حق الداله قال اللي هو الاكس الانبوت. شوف عندنا واضح ان الاكس with باور مان 1، لان هذه تعتبر بونيان with ديجري 1. من اين ما كان انشاناها؟ انشاناها من خلال لاجرانج. وعندي لماذا كانت بي 1؟ لانه عندنا كانت النقاط المعطاه معنا يعني 2 بوينتس، اذا عندنا هذه راح تكون هذه بونيان بي 1 اوف اكس اللي هو سميها فيرست لاجرانج بونيان. طيب اذا عندنا الان احنا كتبنا الاف اوف اكس حولناها الى او استيميتد باي بي 1 اكس. طب قال لك انا ما اريد انا الاف اوف اكس، انا اريد الاف برايم وبعدين عند نقطه محدده لاكس. ها طيب اوكي، اذا معناته الان انا راح اشتق هذه البولينوميال اللي حصلت عليها للبي 1 اللي هي تقريب للاف اوف اكس، اشتقها. معناته انه ما اشتقها معناته انه ايضا عملت استيميشن للاف برايم. اذا راح اعمل عمليه اشتقاق وي ديفرنشيت ذيس فورمولا اللي هي الاخيره اللي الان وصلنا اليها، بشتقها طبعا مع الاشتقاق الايرور، لانه احتاج ايضا اعرف الايرور لما استخدم الاستيميشن اوف ذا ديريفيتيف. طبعا عندنا الان هذا الحد الاول، ما حد يقول لي الان بشتق كيف بتشتقها؟ طبعا اف اكس نوت كونستنت، مثلا يقول لك لايك كذا 5 مضروبه يعني في اكس ماينس 1 ماينس 0.1 على مثلا عدد معين مثلا هنا ولا 2. حد يقول لي كيف نشتق هذا؟ ها من اشتق او ما هي الرول اللي سوف نستخدمها في عمليه الاشتقاق؟ طبعا 1 وماينس 1.1 عباره عن عدد اخر، يعني كانه عباره عن 5 في اكس ماينس مثلا 1 على 2. كيف هذه الاشتقاق؟ من يقول الاشتقاق يكون اني 1 كان تل اس ودي ديريفيتيف اوف ذيس فاكشن؟ اشتقاق هذا اخذته كالكولاس 1، ات از ستريت فورورد يعني. وات از ذا رول؟ من أقول لي ما هي القاعدة اللي سوف أستخدمها في عملية إيجاد الديريفيتيف؟ لا إشكالية يعني. طب إيش يعني هذا ها؟ ودي الديريفيتيف يا شباب حرام عليك. الأدوشن رول دكتور. ها؟ جماعة هذا 5 على 2، هذا الاثنين اللي بالمقام، معناته كأنه نص، معناته كأنه 5 على 2 مضروبة في x ماينس 1. طيب هذا 5 على 2 كونستنت ما يشتقش دائما نخليه، ومشتقة اللي هو داخل القوس مشتقة الx بكام؟ 1، مشتقة الواحد بزيرو، إذا بيعطينا 5 على 2. واضح؟ يعني عندنا اشتقاق الx، يعني اشتق الx، أما الباقي كله يعتبر ايش؟ هذا يعتبر كونستنت كيبت، وهذا اللي هو x ماينس 1 اشتقاقه مشتقة x بواحد. ناقص صفر يعطينا 1، 1 في 5 على 2 يعطينا 2. إذا بتلاحظ أن الاشتقاق هذا الحد الأول بيعطي لك هذا اللي هو كونستانت زي الخمسة زي ما قلنا، وهذا إكس نوت وإس معناته اللي هو الكونستانت هذا، لما اشتق القوس هذا معناته اللي هو طبعا إف إكس نوت مع الإشارة هذه سالب إيش اللي هي الإتش بمثابة اللي هو الاثنين هنا في مثالنا في عملية المثال هذا، أخذنا ماينس إف إكس نوت على إيش اللي هي عبارة عن الكونستانت، واشتقينا القوس اللي هو إكس ماينس اكس نوت ماينس اتش. طبعا مشتقة الاكس بواحد، وهنا مشتقة اكس نوت عبارة عن كونستانت مشتقة بزيرو، والاس عبارة عن كونستانت مشتقة بزيرو، اذا اعطينا 1. اذا هذا عبارة عن مشتقة اللي هو هذا المقدار الحد الاول، عبارة عن ماينس اف اكس نوت اوفر اتش، ليس بعد. بغينا الحد الثاني. اذا الان احنا هنشتق حد حد. بغينا الحد الثاني هذا لما نشتقه. اذا متلاحظ هذا اف اكس نوت بلس اتش عبارة عن كونستانت. وهذا ليش عباره عن كونستانت؟ اذا بيعطينا اف اكس نوت بلس اتش، ومشتقه الاكس بجانب واحد، مشتقه الاكس نوت بزيرو. اذا بيعطينا في هذه الحاله مشتقه هذه بتعطينا اف اكس نوت بلس اتش اوفر اتش. اذا انتهينا من اشتقاق الحد الاول والثاني، بقينا الان الحد الاخير. هذا الحد الاخير حقيقه راح يتكون من ثلاث فاكشنز، واحد اثنين وهنا ثلاث. ممكن نعتبر هذه الأولى عبارة عن دالة واحدة
اللي هو عبارة عن القوسين هذه x ماينس x نوت في x ماينس x نوت بلس s. لما نشتغل على مشتقات حاصلة ضرب دالتين هنا نستخدم البروديكتو. برودكتو تكون عبارة عن الأولى نزل شوفكم زي ما هو الأول كما هو هذا اللي هو القوسين مع التو في مشتقات الثانية سمينا مشتقات طبعا ندق انه عبارة عن نوتيشن الديريفيتيف أيضا ودفرنشيت اف دبل برايم اكزاي اوف اكس بالنسبة للاكس. الاشتقاق الثاني راح يكون عندنا هذا بيكون عندنا عبارة عن كونستانت وهنا راح نشتاق دي اكس في اكس ماينس اكس نوت اكس ماينس اكس نوت بلس اكس. اذا طبعا لما نشتاق نستخدم هنا البرودكترول. اذا قال لك بالاشتقاق خلي بالك لما نشتاق طبعا عندنا هنا في تبسيط تلاحظ التبسيط هنا انه عندنا هذا الحدين المقام مشترك. اذا بس اللهم بيكون هذا السالب خليناهم في المقدمه في المؤخره واف اكس نوت بلس اكس في اللي هو في المقدمه. إذن بيكون عندنا f prime of x without error عبارة عن fx not plus h minus fx not over h. طبعا هذه estimation تذكروا هذه كانت عبارة عندنا f prime of x هذه كانت عبارة عن the slope of the second. قلنا معناته ممكن نعمل عملية بعدين تقريب نجعل ال x1 وال x1 والx نوت عبارة عن قريبين من بعض فإذا نجعل ال h قريبة أو صغيرة من أو قريبة من الصفر اللي عندنا قال لك that is sufficiently small عشان يكون عندنا التقريب ل f prime of x by the second تقريبا by the second method. إذا انتهينا من عملية اللي هو عندنا هذا استطعنا نكتبه بالصورة هذه اللي عبارة عن f prime of x وبقي معانا هنا بالنسبة بعد ما عملنا هنا بيصبح معانا هذا الحد اللي هو الايرور. طيب هنا الايرور قال لك when x equal to x نوت احنا الان هنعوض لما الاكس تساوي اكس نوت في عملية المشتقة هذه اللي اخر فورمولا وصلنا اليها هذه. قال لك لما نشتغل لما نعوض عن الاكس بالاكس نوت احنا هذا الهدف حقنا نريد اف برايم على الاكس نوت مش عند الاكس عند الاكس نوت كلما هناك نستبدل الاكس بالاكس ايش بتلاحظ؟ قال لك وي جيت ذا فولوينج راح نحصل على الآتي. قال لك نحصل على الآتي لما نعوض بالاكس نوت هنا ما فيش طبعا هنا ما فيش اكس في الحد الاول والثاني او هذه الكميه تنزل كما هي. هنا لما نعوض على الاكس نوت ايش بيعطينا اكس نوت؟ هنا اكس نوت بيعطينا صفر اذا هذا يروح كله بصفر. هنا لما نعوض على الاكس بالاكس نوت بيعطينا هنا اكس نوت x نوت ماينس x نوت يعطينا 0 اذا اعطينا 2 في 0 يعطينا 0 0 ماينس h اوفر 2 في f دبل برايم اد xi x اللي h اوفر 2 اللي هذا اذا هذا راح يكون الايرور او اللي هو الخطا لما نعمل استيميشن لل f برايم اد x نوت. إذا واضح يا شباب قال لك والله إذا ما في داعي الآن إذا أنت تتكلم هذا كله ملخصه هنا يعني واحد ما فهمش الطريقة بقول له شوف إذا عندك function f of x قال لك we can estimate it كيف عند النقطة we can find f برايم عند x نوت بنحن نحسب ال f عند ال x نوت plus h minus f x نوت على h we don't need to go over all these steps that we see but I will show you but how to get this formula. هذه الفورمولا اللي ممكن نستخدمها في عملية التقريب للمشتقة عند نقطة محددة. ناخذ المثال اللي راح يوضح هذه الصورة او يوضح كيفية استخدام هذه الفورمولا to find the estimation او approximation of the derivative at a specific point. هذا اللي هو example 1. إذن هذا القانون يجب أن يكون إذن هذا أول قانون ممكن نخليه معانا نحفظه. قال لك use the forward هذه نسميها forward divided differences لإيجاد المشتقة. يكون عندنا الإش يجب أن يكون أكبر من الصفر. في الباكورد عندي أيضا backward differences بيكون الإش أقل من الصفر. ويقول لك استخدم forward differences formula to approximate the derivative of x. جاب لك الفاكشن يساوي لين اكس
عند النقطة x0 يساوي نب 1.1 يجيب لك النقطة اللي تريد عملية estimation وهذا يريد f prime at 1.8. قال لك using لا يكون عندنا شوف خلي بالك قال لك استخدم الاسم تكون 0.1 هذه راح هذه السؤال رقم واحد ولما يكون ايش رقم 0.05 هذا السؤال رقم اثنين ولما يكون ايش اللي هو عبارة عن 0.01 اللي هو يكون السؤال رقم ثلاثة. طيب نبدأ عملية تطبيق مباشر. قال لك ما عندنا الفاكشن موجودة وعندي الاكس نوت اللي اريد عملية استيميشن اوف ذا ديريتيف ات ذيس بوينت وعندي الاس ايضا معروفة معي في هذه الحالة معناته استطيع عمل عملية estimation of the derivative at the point اللي هو 1.8. ناتي الآن إلى عملية هذه الفورمولا الآن just substitution. قال لك الاكس نوت اللي هي 1.8 هذا يقول لك هو طلبها منك وعندي الاش وان الاش عبارة عن ماذا اللي هي هذه النقطة يقول لك اياها عبارة عن المسافة ما بين اكس نوت واكس نوت اعتبرها لما الاش يساوي 1.1 هيجي نعوض تعويض مباشر في الفورمولا. x نوت بلس h اللي عندنا x نوت قلنا 1.8 اللي النقطة المعطاة اللي تريد عملية استيميشن لها زائد ال h يطلع عندنا كم أو عندنا معطاة 0.1 إذا بيعطينا 1.9 هذه اللي هي ال fx نوت بلس h و fx نوت اللي هي عبارة عن 1.8 f at 1.8 divided by اللي هو الاتش اللي هو كم كان عندنا اللي هو 0.1. نعوض تعويض مباشر في عملية الفورمولا. لاحظ ماذا عندك على اكس نوت هذه حددها وهذه الاتش عوض اذا نعطينا هذه اللي اف كنا اكس نوت بلس اتش اللي 1.7 وهذه اف عند الاكس نوت وهذه اللي عبارة عن الاتش ده بنحسب هذه القيم معناته عندنا الاف اللي هي عندنا الاف اوف اكس اللي هي لين اكس معناته اف عند ال 1.9 معناته عبارة عن لين 1.9 تعويض مباشر ونفس الكلام اف عند 1.8 تقول بي لين 1.8 اللي هي القيمة اوفر اللي هو الاس اللي هو عندنا في هذه الحالة 0.8. If we calculate these values اللي هي هذه النقطة راح يحصل على هذه الدرجة إذا نستطيع أقول أن الـ F برايم عند اللي هو 1.8 بيعطينا هذه القيمة 0.5. طيب يقول لي يا أخي أنت ليش أنت هذه اللي هو approximation أنا يا أخي أجي أستطيع أقول لك هنا اللي هو الإكزاكت قول له كيف قول له عندنا الـ F برايم أوف إكس عبارة لي لين إكس أنا عارف إيش تقها عندي قاعدة بسيطة جدا نقول واحد على اكس اذا لماذا نلقى قال لك ممكن اف برايم اذا ات 1.8 تقول واحد على 1.8 اذا عندنا 1 اوفر 1.8 هذه يا شباب يقول لي كم هذه القيمة تطلع معليش ممكن واحد يستخدم الكالكوليتر يعطينا 0.55 ماذا 55 كم مرة 9 مرات إذا بتلاحظوا يا شباب هذه اللي هي الإكزاكت إحنا استقينا وعوضنا أمس بالنقطة اللي هي 1.8 وحصلنا على القيمة هذه بينما الاستيميشن أو الابروكسيميشن 0.54062 إذا ما تلاحظ إن عندنا في يعني القيمة هذه تعتبر ريزونبل معقولة لأنه واضح عندنا ما فيش ذاك الفرق الكبير ما بين اللي هو القيم نسبة الخطأ راح يكون ممكن يكون أقل من 1 point أو 1 times أو 10 to the power negative 3 something like this. إذن واضح عندنا الآن في عندي فعلا طبعا واحد يقول لي طيب أنت جبت لي الدالة وجبت لي أيضا ما فيش داعي أنا أقول له هنا أنا أعمل لك أمثلة علشان تستطيع تعرف يعني عملية
قانون هذا فعلا يعني يعطي لك فعلا قيم معقولة كقيم تقريبية، فعلا يعطينا قيم تقريبية، وبدليل ان احنا كان عندنا الدالة موجودة استطعنا نشتقها، حسبنا الاكزاكت وحسبنا الاستيميشن، فقدرنا فعلا يعني مقبول يعني reasonable to consider this derivative or this formula to find the derivative. ما دام انه استطعنا نطبقه على هذه الفاكشن ووصلنا الى قيمة، ممكن نطبقه على واحدة فاكشن زي ما قلنا في البداية، ممكن تكون فاكشن is complicated. نفس الطريقة، ما احتاج اني اشتق ولا احتاج اني اوجد الاكزاكت ولا شيء. We don't need this. Just we عمل عملية F، عوض ال F عند النقطة X نقطة بلس H minus F X نقطة نقسم على ال H، وراح أحصل على فعلا estimation of the derivative. Is it okay? Is it clear this point? قال شوف عندنا الخطأ ايش راح يكون؟ الخطأ هو انه يعطي بهذه الصورة اللي هي عبارة عن minus H over 2 F double prime at xi of x. قلنا ال xi هي عبارة عن قيمة تحقق ما بين اللي هي ال 1 point اللي هي عبارة عن x نوت وال x 1. إذا عندنا قال لك هذه أنا ممكن عندنا مثلا نعرف الخطأ هذا كم راح يكون. تقول له تعال نحسب الخطأ هذا على النحو التالي. قال لك الخطأ إنك تحسب يجي تحسب السكند ديريفيتيف. حسبنا السكند ديريفيتيف اللي 1 over x وهنا سالب 1 over x تربيع. إذا راح يكون عندنا والإكزاي راح تكون هي between X نوت والX1. إذا قال لك هذه إحنا دائما نأخذ القيمة المطلقة absolute error اللي هو الخطأ المطلق عبارة عن إيش على 2 F double prime اللي عبارة عن اثنين الإيش على 2 كما هي، وال F double prime عند الإكزاي هذه F double prime، حتى هنا في double prime في خطأ هنا mistake بعملية أو misprinting. F double prime of x اللي عبارة عن سالب 1 over x تربيع نعوض عن الاكزا يعطينا سالب 1، بس عندنا بسبب القيمة المطلقة we don't need to consider اللي هو النيجاتيف ساين، يعطينا اذا ابسوليوت h over 2 xi تربيع. الاس معروفة والاكزاي between 1 over 8 1 over 9. طيب ما هو الماكسيمم لل 1 over xi squared في الفترة هذه؟ حد يقول لي يا شباب أنا عندي الآن عندك هذه الإكزاي، يعني خلي حين عايزة حين لو دلها X between 1.8 و X 1.9 عشان عندنا الرموز ممكن تعمل لك confusing، فلما نفسه يعني لو كانت الإكس between 1.8 و 1.9 ما هي راح تكون الماكسيمم لـ 1 over X squared maximum value؟ هذا أخذناه يا شباب، أخذناه في شابتر 1 قلنا عندما تجد الماكسيمم أو الـ for the function ماذا نفعل؟ أنا عندي هذه الفاكشن وعندي الـ x موجودة عندي الفترة 1.8 1.9 ها ذكرونا قلنا لو جيت مثلا عندك إذا عندك فاكشن f of x أي فاكشن نريد عملية إيجاد الماكسيمم فاليو، قلنا نوجد عندنا نجمع النقاط اللي هو الكريتيكال بوينتس بالإضافة إلى الفترة ونشوف أكبر قيمة تأخذ هذه الدالة. بتكون عندنا واضح عندنا يعني هنا دالة كسرية لو بيتعوض، وطلع عندنا المقام كلما كبر المقام قل الكسر. إذا عندنا الآن عندنا 1.8 هذه أطراف الفترة، طبعا ما فيش نو كريتيكال بوينتس، هذه نو كريتيكال بوينتس لو بيجي تشغلها ما فيش نو كريتيكال بوينتس. طيب معناتها نعتبر بس الـ end interface واحد الـ x تربيع، متى تكون هل تكون تحدث الماكسيمم عند الـ 1.8 أو الـ 1.9؟ 1.8. لماذا؟ رايت صح؟ كلامك صحيح، بس لماذا؟ لأنها أكبر قيمة. ال 1.8 اكبر من ال 1.9؟ 1.9 اقصد. لا شوف شوف انا اقول لك، شوف اقول لك اعطي لك مثال لانه هنا ممكن كسر عامل لك اشكاليه. اقول لك 1 over x تربيع مثلا، قلت لك في الفتره 1 ب 2 ما هي اكبر قيمه للواحد على x تربيع في الفتره 1 و 2؟ 1 اكيد. 1 ممتاز. لماذا؟ لانه نقول 1 على 1 تربيع يعطينا 1، كل ما كبر المقام صغرت القيمة.
ايوه، كلما اذا كان عندي كسر كلما كبر المقام كلما قل الكسر. وانا عندي اذا بتحدث الماكسيموم يحدث عند القيمه الصغرى، اذا كان عندي كسر يحدث عندنا اذا كان عندي كسر وعندي هذه النقاط معتبر الاند بوينتس، معناته عندي راح يكون تحدث الماكسيمم او الاكبر قيمه للداله هذه عند اصغر قيمه موجوده في الفتره وليس عند اكبر قيمه. اذا عندنا في الفتره هذه اللي هي 1.8 1.9 بسبب ان الداله اللي موجوده معي اللي هي السكند ديريفيتيف اللي هي عباره عن فراكشن وعندي البص عباره عن كونستانت، معناته راح يحدث او الماكسيمم لهذه الفراكشن يحدث عند ال 1.8. لذلك لاحظوا حلو بالكم هنا اس 2 اف دبل برايم، اف دبل برايم اللي عباره عن 1 اوفر اكس سكوير، قال لك هذه راح تكون اقل، يقول لك 1 اوفر اكس سكوير اقل من 1.8 سكوير. لماذا؟ لانه قلنا ان كلما صغر المقام قل الكسر، كلما سوري كلما صغر المقام كلما كبر الكسر، كلما كبر المقام كلما صغر الكسر. اذا عندنا الان حدوث عندنا نحسب هذه القيمه ونحصل على الايرور، هذا هو الايرور. معناته قال لك الايرور راح يكون اقل من هذه القيمه اللي هو هذا لما تجي تشوف الفرق هذا مع هذا، الفرق اللي عندنا قلنا اللي كان القيمه الحقيقيه كانت 0.5555، لو تجي تحسب الفرق بتلاحظ انه يكون عندنا اقل من هذه القيمه. اذا معناته عمليه انك تستخدم الفورمولا هذه اللي قاعد الابروكسيميشن للديريفيتيف ات وركس ويل، يعني راح تكون تعطينا شيء ممتاز ونستطيع نقول انه ما في داعي ان احنا نشتغل. احنا اشتقينا وشيكنا فعلا وجدنا فعلا ان في تقارب ما بين القيمه الحقيقيه والقيمه التقريبيه. اذا معناته هذا اول قانون راح يكون ممكن نستخدمه في ايجاد اللي هو الاشتقاق عند نقطه باستخدام لاجرانج بولينوميال. إذا أنت في الامتحان هتكون معك هذه الصيغة، ممكن أنت الآن تكون معك اللي هو نقطتين إكس 1 والإكس نوت، وراح تنشئ اللي هو هذه الصورة بعد تشوف اللي هو قيمة الدالة عند هذه النقاط بدون ما تحتاج إنك توجد ديريفيتيف ولا شيء، بدون ما نذهب إلى الاشتقاق، لا نطبق قاعدة الاشتقاق ولا شيء، لأنه معي هذا القانون خلاص، رو هذا اللي هو عبارة عن فورمولا we can use it to find the derivative of the we have two points we can consider them to generate this formula. شوف خلوا بالكم الان، قال لك هذه لما كانت الاس بكام؟ اول حاجه حسبنا الاس 1.1، قال لك لما تشوف اس 1.5 نفس الداله ونريد ايضا الاستيميشن عند النقطه نفسها 1.8، قال لك نستخدم نفس الكلام. اذا بيكون عندنا في هذه الحاله الاكس 1 عباره عن اكس نوت بلس اتش، فراح يتغير ليش عندنا الاكس نوت هي نفسها 1.8 بلس اتش اللي هي راح تكون 0.05، يعطينا اذا بوينت كم؟ 85%. هذه عباره عن الاكس 1 اللي هي اللي عباره عن اف اكس نوت بلس اتش ماينس اف اكس نوت اللي هي اف عند اللي هي الاكس نوت اوفر الاس. الاس عندنا الان تغيرت، اذا مش بتلاحظ يعطينا لين اف عند هذه، معناته الاف اكس عندنا هذه الصوره، معناته الانبوت الان عباره عن 1.8 يعطينا لين 1.8 وهنا ماينس 10.8 اوفر اللي هي الاتش. طبعا هنسوي هذه نلجا الى عمليه الكالكوليتر ونعمل عمليه نشوف لين 1.8 نطرح منها 1 لين 1.8 ونقسمها على 0.05 وي جيت ذيس استيميشن. معناته سي ذات وين وي هاف اس از 0.05، بتلاحظ هذه كلما كانت الاس صغيره كلما قربنا من القيمة الحقيقية. شفنا 0.47 يعني كأن بوينت لو عربنا إلى علامتين عشريتين يعطينا 0.55. إذا معناته إحنا الآن كلما عملنا كلما كانت الـ H small معناته we get the best estimation. Last one لما الـ H 0.01 شوف الآن إيش راح يعطينا في هذه الحالة. لما الـ H 0.01 بيكون عندنا في هذه الحالة الـ X1 عبارة عن X0 بلس H واللي يعطينا 1.081، هذه اللي عبارة عن X0 بلس H وهنا ماينس F عند الـ X0. إذا عندنا هنحسب لين عند هذه القيمة الأولى واللين عند القيمة الثانية، نقسم على اللي هو 1.8
بنصل على هذه القيمة. بيكون الايرور في هذه الحاجة بنسمح الكائن بيكون الايرور هو يعني الصورة يعطينا القيمة. إذا بنلاحظ عندنا الآن كل ما عملية الاستيميشن عندنا راح يكون طلعت هنا الخطأ كان 0.01 هنا كان 0.007 هنا 0.001 إذا عندنا لاحظ كلما زدنا في عدد أو كلما كانت الإش سمول كلما كان الاستيميشن أو الابروكسيميشن إز جود يعني أو إز بيتر. عندنا يعتمد على قيمة الإش وهذه الإش راح تلعب دور في عملية الاستيميشن معناته كلما صورت كلما كان القيمة التخريبية أقرب إلى القيمة الحقيقية. See the idea of the first formula that we can use it to find the estimation of the derivative. طبعا هذه العبارة ولقنا بس هن الكلام هنا بس بيكون لما يكون معي x0 و x1 فقط عندي نقطتين واستخدمنا اللي هو Lagrange for b1. فلقنا لو كان عندي more than عندي معي x0 x1 x2 يعني عندي نقاط كثيرة. قالك في هذه الحالة إذا كان لك نقاط كثيرة we cannot use this method. What we can do قالك similarly we can generate the general formula. نستطيع أن ننشئ صيغة أو صيغة عامة مثلا الصيغة العامة الصيغة العامة بالصورة التالية. هيكون عندك قالك general derivative approximation formula بيكون عندنا في هذه الحالة هذه مجموعة النقاط بيكون عندي n plus 1 points في هذه الحالة قال لك ويكون عندنا الـ F يكون تكون الـ F مشتقات continuous قال لك راح يكون عندنا أيضا استخدمنا اللي هو Lagrange اللي أخذناه في جزئية chapter 3 وهذا راح يكون اللي هو الـ order أيضا شفناه. لما نبقى عندي هذه العملية summation موجود وعملية الـ موجود نستطيع أن نجد اللي هو estimation of the derivative. طيب إذا عندنا الآن هيكون عندنا نشتق بعد ذلك نريد الديريفاتيف اللي يهمنا الـ F برايم راح نشتق هذا المقدار بنشتقه ونحصل على هذا السين. إذا هذه راح تكون تنفع معي في عملية إيجاد الديريفاتيف without go to the fraction itself فقط نحن عملية ننشئ هذه الفورمولا باستخدام لاجرانج ونحصل على الاستيميشن. فاعطينا اي نقطه من مجموعه النقاط اللي انت موجوده معك اللي اعطيت لك استطيع اعمل لها تقدير لقيمتها الاستيميشن اوف ذا ديريفيتيف عند النقطه اكس يسموها ان 1 بوينت فورمولا اف برايم ات اكس جي تو ابروكسيميت اف برايم ات اكس جي. هذا ان 1 ان لما يكون معك n هو plus 1 points إذن ننتهي عند هذا الجزء اللي هو هذه الجنرال فورمولا. طبعا احنا الآن ما راح ناخذ هذه طبعا هذه فورمولا موجودة معنا لكن we don't consider it we will إن شاء الله take a particular cases ناخذ اللي هو حالات خاصة ونشوف هذه الحالات الخاصة ممكن حوالي معنا خمس فورمولا under this particular cases خمس فورمولا خمس يا يعني نشوفها ان شاء الله نعملها او نستخدمها في عمليات estimation او approximation of the derivative. طبعا الفايف فورمولا ايضا قائمة على مبدأ اللاجرانج وايضا راح يكون عندنا في الاختبار ستعطى لك هذه الفورمولا الان بس ستتعلم كيف تطبقها كيف تعمل عمليه التطبيق لها لكن في الاختبار تعطى لك هذه الفورمولا ما راح يكون كثير الفورمولا وي كان نوت يعني شود جيف يو ان ذا اكزام. This is the end of this class ان شاء الله we'll see ان شاء الله الاسبوع القادم. اليوم طبعا بنسجل معنا الكويز الساعة 7 اتمنى لكم التوفيق.